فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فقوله ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب نهي مطلق عن مشابهتهم، وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة القلوب. نعم، فقوله لا يكون كالذين أوتوا الكتاب هذا نهي عن التشبه بهم مطلقا في كل ما هو من خصائصهم، ثم خصص ونص على شيء واحد وهو قسوة القلوب مع كتاب الله عز وجل، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، طال عليهم الأمد والغفلة وتطاول الزمان حتى انشغلوا عن كتاب الله فحصل لهم ما حصل. فهو ينهى هذه الأمة أن تسلك هذا المسلك مع القرآن، وأن تتعاهد القرآن ويكون اتصالها به مستمرا وارتباطها به دائما، حتى لا يكونوا كهؤلاء الذين أعرضوا عن كتابهم فقست قلوبهم. إذن فلين القلوب مربوط بالإقبال على القرآن، وقسوة القلوب مربوطة بالبطء عن تلاوة القرآن أو الإعراض عنه والانشغال بغيره.